يحضر بامتياز مهم وامتياز ثقيل جدا. سمو الأمير أحييك ورحب فيك عبر الرياضية السعودية الأمير فهد بن خالد. من يوم ما بصراحة يعني أنت كانت بدايتك مع النادي بداية يعني شوي فيها خوف، فيها قلق، فيها ترقب، ما كان الواحد متوقع انه الاهلي لا على مستوى اولمبي ولا ناشئين ولا شباب ولا حتى فريق اول انه يصعد بهذه الطريقه الكبيره، الطريقه الثقيله. اليوم انت رئيس النادي، تشعر من صنع هذه الامتيازات، هذه الانجازات للمره الثانيه بطل كاس الامير فيصل؟ وارجع اقول مره ثانيه احييك وارحب. يا هلا وسهلا. لا مو صحيح ماجد، الاولمبي والشباب ما كانوا يعني ربما النتائج ما كانت موفقة الفريق الأول فقط لا غير، يعني بالعكس الشباب كانوا ممتازين، الأولمبي كانوا ممتازين، واليوم الحمد لله يعني أكبر دليل أنه للسنة الثانية على التوالي أبطال الأولمبي حققوا البطولة. العمل في النادي الأهلي لا يمكن أنه يعني لا يمكن أنه يحسب الشخص الحالة، يعني منظومة عمل يعني في إدارة النادي الأهلي، إدارة الفريق الأول، إدارة مركز الأمير عبد الله الفيصل للفرق السنية أولمبي شباب ناشئين للأكاديمية، هو عمل جماعي. فالله الحمد تعثر الأهلي موسم مهي نهاية المطاف، الأهلي قادر على العودة والله الحمد، هذا أكبر دليل. أبطال الأولمبي اليوم توجوا للسنة الثانية على التوالي، الناشئين كانوا متوجين بداية الموسم، الشباب الآن المركز الأول في الدوري باقي لهم 6 مباريات، الفريق الاول الان يعني ما كنا المستوى المطلوب بامانه في الدوري، لكن في اسيا الان احنا الاول في مجموعتنا، بطوله كاس الملك اللي نعتبرها بطوله اهلاويه باذن واحد احد. كل هذه يعني تدل ان الاهلي متواجد، يعني الاهلي ما غاب، يعني ففي الاخير انه عمل جماعي، وجود الامير خالد بن عبد الله، وجود اعضاء الشرف، وجود الادارات الكفو في النادي الاهلي على جميع مستوى المراحل السنيه او الفريق الاول، هي اللي هذه نتائجها اليوم الاهلي. ليش رحبت بانه يعني انت مبسوط انه يتم تتويجكم على ارض الفريق الشبابي؟ هي اعتبارات لها علاقه بانه اخذتم منا بطوله ولا اخذتم منكم بطوله ولا لا؟ لا ما لها علاقه والله، هو نظام المباراه تقام في ارض الشباب، ودنا انها جدة بين جماهيرنا، لكن هذا نظام البطولة ونحترمه فقط لا غير. طيب قدام الاتفاق كنت بحاجة إلى نقطة عشان تقول أنا بطل كأس الأمير فيصل للمرة الثانية على التوالي للمرة الخامسة في تاريخي، ما ضربت بهذه الصورة اليوم، أتكلم ضرب كروي عشان ما أحد بعد ياخذها، اليوم تضرب بقوة، شو اللي خلاك إنك خلاص حققت البطولة أول المباراة الماضية كنت تحطها؟ أي أكيد، دائما المباريات اللي التعادل يكفيك أو الفوز تسبب ضغط على الفريق، يعني دائما صاحب الفرصتين دائما يكون تحت ضغط أكثر من الفريق الآخر، خاصة أنه نادي الاتفاق ما كان له أي أمل في البطولة، فأنت كنت حريص أنه ما يتسجل فيك أكثر من حرصك أنك تسجل، مع أنه كان الشباب كلهم معاهدين أنه يكسبوا مباراة الاتفاق، لكن الأهم هو تحقيق البطولة والتعادل. يعني اليوم تلعب بدون أي ضغوط، تلعب لمتاعهم هم لاعبين عشان هم يستمتعوا، عشان يمتعوا جمهورهم، الحقيقة امتعونا وامتعوا انفسهم اليوم. شكرا لك. شكرا ماجد. كان هذا هو الصوت وصورة رئيس النادي الأهلي محتفلا.